يجر يوسف بي جي عبد الله في هذا اليوم الخريفي البارد وسط الأبنية العالية عربته وينادي المارة، فهو أحد الأشخاص الذين ينعشون تقليد الباعة الجوالين في مدينة بالتيمور الواقعة على ساحل الولايات المتحدة الشرقية. لدي ملفوف، لدي فاصوليا. يصيح جيري لولو باول بأعلى صوته ليقترب منه الناس ويشتروا أفضل الفواكه كما يقول. عندما ننتهي من عملنا نمتط الحصان ونعود إلى منزلنا. البائعان الجوالان جيري وبيجي هما من ذوي البشرة السوداء ويعرفان بالإنجليزية بأرابر، ويجر حصان عربة كل منهما. وأصل كلمة أرابر غير معروف، لكنه قد يكون مستمدا من مصطلح عامي قديم يعني أولاد الشوارع. لطالما كان من المألوف رؤية البائعين وهم يتجولون في شوارع المدن الأمريكية قبل انتشار المراكز التجارية فيها وتوسع ضواحيها السكنية، لكن بالتيمور هي آخر المدن التي يستمر فيها هذا التقليد. ارتفع عدد العربات من عربتين إلى 8 عربات، ومن المتوقع أن يتواصل هذا الارتفاع العام المقبل لتخرج إلى الشارع 4 عربات جديدة. تصل الفاكهة والخضار باكراً الصبح محملة في شاحنات آتية من أسواق الجملة، فتوزع على العربات التي تتجول في شوارع المدينة التي تقل فيها متاجر البقالة. يعول الباعة الجوالون بعرباتهم التي تجرها الأحصنة على مجموعة الأميش البروتستانتية التي ترفض مواكبة التقدم التكنولوجي وتتنقل بعربات الأحصنة وهي منتشرة في بنسلفانيا المجاورة. إنها مريحة، لست مضطرا للخروج من السيارة والتبضع. في عصرنا هذا حيث يحصل الناس على حاجياتهم من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل، يبدو أن تقليد الباعة الجوالين في طريقه إلى الانتعاش في مدينة بالتيمور الأمريكية.